توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي. الزمالك حسم موقعة استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية بنتيجة 1-0 ليتوج بلقب النسخة 21 لبطولة الكونفدرالية. ذهاب نهائي الكونفدرالية الذي أقيم في بركان كان انتهى بتأخر الزمالك بنتيجة 1-2، إلا أن الرجال الأبيض صححوا الأوضاع في مباراة الإياب واصطادوا اللقب إلى 100 عقبة. الأبيض استفاد من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعدما أصبحت نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2-2، إلا أن هدف الجزيري الذي كان وزنه ذهبا أسهم في إهداء اللقب للزمالك لأنه كان خارج الديار. أحمد حمدي وقع على هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 23 من عمر المباراة بعد تمريرة أسست مميزة من زيزو وصلت له في المكان الخالي من الرقابة ليسددها في الشباك. وحصد البرتغالي جوزيه جوميز أولى ألقابه مع الزمالك ليبدأ في كتابة التاريخ رفقة الفارس الأبيض بتكرار أمجاد 2019 وحصد الكونفدرالية على حساب نهضة بركان في سيناريو مكرر للمرة الثانية. المباراة شهدت طرد حمزة هساوي لاعب بركان بعد تدخل عنيف وغير رياضي على أحمد زيزو ليقود الحكم بطرده مباشرة، وذلك في الدقيقة 5 من وقت بدل من الضائع.